مشاهدي الاعزاء، عدنا اليكم لنستدرك الذكريات مع الشيخ سعود بن حمد بن مهنا النبهاني عن نزوة. شيخ، كنا نتكلم عن الصناعات في نزوة. نعم. وانت قلت لي انك تريد تقول لي ليش هي نزوة سميت بهذا الاسم. هذا هو. ليش سموا نزوة بهذا الاسم؟ سموا انه مورد تحت الجامع، اسم مورد نز. نز. وهذا المورد له سر من الله عز وجل. سبحان الله. يوم اطلعني واركلموه. أيوة. كان مورد حذري ادم يدرس في نفس الوقت. فنحن طالب معنا يدرس في الجامع بدوي. وجي ابوي يزوره. قال اسالكم متى يقول هبط وادي نز؟ ها وادي كو. كو. اي. كان اسمه كو. كو يعني. ايوه. قال بدوي. ايوه. قال من 4 أيام. قال من كذاك يقول هذاك يعني المورد تارس. انزين. من سر. اي. وكانت نزوة اسمها تخت ملك العرب. حتى سماها الإمام حتى سماها الإمام يعني نقل للعاصمة قسام بن عبد الله، نقل من صحار إلى نزوة وسماها بيضة الإسلام. بيضة الإسلام صح. بيضة الإسلام. وقد قال فيها الشيخ وفرق بها البيض حتى يستبين لها فرق على بيضة الإسلام عنوان، فإنت يا منة الحوراء شاخصة لها مع السحب أكناف وأحضان، فحط رحلك عنها إنها بلغت نزوة وطاف بها للمجد أركان، فطالما وخدت تبغي لبانتها كأنهن مع الإنضاء عقبان، أنزل فديتك عنها إن وجهتها تقتل أئمة مذ كانت ومذ كانوا، أنزل هنالك أنزل وقبل تربة نبتت بها الخلافة والإيمان إيمان، أنزل على عرصات كلها قدس للحق فيهن أزهار وأفنان، أنزل على عذبات النور حيث حوت أئمة الدين بطنان وظهران، حيث الملائكة احتلت مشاهدهم لها على الحل والتعريج إدمان، أرض مقدسة قد بوركت وزكت تنصب فيها من الأنوار معنان، ما طار طائرها لله محتسبا له جناحان إيقان وعرفان، إلا وقام يمين الله ساعده والفتح والنصر والتأييد أعوان، ميمونة بركات الله تنفحها واليمن يثمره علم وإيمان، رست بها قبة الإسلام من حقب وإنقضت باستتار العدل أحيان، قديمة الذكر عاد الدين عائدها من يوم أصبح توحيد وقرآن، قامت بها قبة الإسلام شاخصة حتى تواضع بهرام وكيوان، ولم تزل عرصة للعدل عاصمة للاستقامة فيها الدهر سلطان، تعاقبت خلفاء الله منصبها منذ الجولندا وختم الكل عزان. كلام جميل، شعر جميل في نزوة. هي في نزوة. وإيش الرسالة؟ قلت لي في رسالة كتبت. رسالة لكن بعدين بتقول إياها؟ بعد كل شيء هذا موجود. إنزين، أريدك تخبرني عن نزوة. لما كان لي لقاءات سابقة مع ناس ثانيين عن نزوة، يقولون النزوة سبب حضارتها كان وجود الأفلاج فيها، المياه. نعم. كلمنا عن الأفلاج في نعم. نزوة. نعم. الأفلاج فيها 10. 10 أفلاج. فيها 10 قوامة. فيها 10 أودية. هي 10. 10 10 كله. هي. سبحان الله. هي. هذه نزوة فيها 200 مسجد. 200 مسجد. هي. نزوة المعنى فيها مسجد شواذنة، ثاني مسجد بني في الإسلام، الأولي مسجد مازن بن غضوبة في سماء إسماعيل، والثاني مسجد شواذنة، والثالث جامع سعال. هذا في العشر للهيرة الأوليات. هي. مساجد نزوة كل مسجد له 3 أوقاف، وقف واحد يعني للعمار للبناء وقف ثاني للفطرة فطرة رمضان ما؟ الثالث يعطي الجماعة في العشر الأوائل من الحج ترغيبا لهم. كل مسجد كافي النجوة. المدارس كذلك القرآن كل مسجد لها وقف للمعلمين. في الوقف هذا يعطي المعلم ويداوم صباحا وروحا يدرس ويستنفع بالوقت. لو بغينا نتكلم عن الافلاق عدد لي اياها. جاهزات؟ قول لي اياها. الاول انه اكبر فلق في نزوه هو دارس. فلق دارس. الثاني الغندق. الثالث ضوت. الرابع سعادي. الخامس الخوبي.
السادس اثنين، السابع عين شقر، الثامن بوذوابه، التاسع فلق الخضراء. هي العاشر فلق محلفه، هذا عشره. زين، زمان كانوا عشان يوزعوا الافلاج في سقي بالزروعات كان في اسلوب قديم. اسلوب قديم، نعم. ايوه، خبرني عن هذه الطريقه. كيف كانوا يوزعوا يقسموا المياه؟ الفلق من الغنتق ادو من 14 يوم. هذا يملك ساعة، هذا يملك ساعتين، هذا يملك خمس، هذا يملك عشر. يعني بادة واحدة 24 ساعة تقعد للفلك. أيوة، اسمها القعادة. لا، القعادة. اللي ما معه ماء يشتغل. دارس وضوت 16 يوم. هي. وليش الاختلاف هذه ال 14 وهذه 16 على كمية الماء؟ على كمية الماء. هي. المياه هذه تباع. أيوة. تباع وتشترى. هي. وكان يعملوا مثل سوق ولا منادى، اسمها منادى للماء. الماء؟ ايوه، شيء يعني اسمعي، بالسوم. ايوه، وشيء في السوق. هي كذلك الاوقاف، ما عندها ماء، الاوقاف، المساجد، كل شيء يقعد على كل سنه، يخرجوا له يوم ثاني، شيء منه يوم حادي الحق دارس، يوم ثاني الحق غنتق، يوم ثالث الحق ضوت، يقعدوا سنة كاملة، ينادوا على الساعة يقعدوا ساعة كاملة للأوقاف. هذه غرفة الصلاة موجودة، كاتب الإمام سلطان بن مبان القلعة 70 أثر من دارس يفرقا في 3 أوقاف، الثلث لمتعلمين القرآن، والثلث لمتعلمين الفقه، والثلث للفقراء، يقعد عليه كل سنة. هذا يقال غرفة الصلاة، هذا غرفة الصلاة. هذا دليل على أهمية العلماء، وكانوا يعتنون بهم الأئمة في ذلك الوقت. هذا هو. وكنا نحن نتعلم في الجامع، وأي واحد من المتعلمين في العاشور ويقول هذا وقتكم، لا تدرسوا إلى بعد العيد. أيضا اهتموا بالعلماء، واهتموا أيضا بالآثار اللي موجودة الحين، الآثار والحصون والقلاع هذه. حدثنا عن أبرز الآثار والقلاع اللي موجودة في نزوة، إيش أبرزها؟ أبرزها؟ إيش المشهور منها غير قلعة نزوة اللي إحنا فيها الحين؟ أبرزها قلعة نزوة، وأبرزها العقر. العقر. فيها 14 برج. فيها 4 أبواب، دراويز 4. دراويز واحدة أبو المؤثر، دراويز الثانية الشقبي، دراويز الثالثة السوق، الرابعة صبخة. دروازة اللي ما يعرف، هذه أساس الباب يعني. الباب إحنا نقول. هي. نقول هو الباب، وهي دروازة. هي 4 أبواب فيها. هي فيها 4 مدارس ودرسوا فيها القرآن. هي فيها 5 مساجد، مسجد الشواذنة، مسجد مزارعة، مسجد الفرض، مسجد الشيخ، مسجد الشقبي. زمان وانت صغير ايش أبرز الحارات في نزوة حواليك؟ أبرز شيء في العقر. العقر هي، ثم حارة الوالي، ثم سعال. وكل 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 محله فيها وقف يفرق في العشر الاوائل من الحج. اذا انت الحين تريد تكلمنا عن الرساله. هي. كلمني عن الرساله. الرساله هذه، ايوه، جابها السيد ابراهيم بن قيس. ابراهيم بن قيس ال سعيد. هي. من الاسره المالكه. كتبها عن نزوة؟ هي جيزوها نزوة وسوى الرسالة هذه الشيخ صالح، وأنا أقرأها. أقرأ لي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة الوالد الأسعد الكريم مغيث الإسلام ناشر العدل بعمان الأمجد الطالع الذي غار على بيضة الإسلام، مقتديا بالأئمة الكرام صالح بن علي الحارثي، نعرفك وصلنا من فضل الله بلد نجوى، وواجهونا أهلها خميس بن محمد الشيفي، وخميس بن محمد الأسحاقي، وزهر بن سعيد العوفي، وأحمد بن سعيد السليماني، وسنوب بن سعيد أبو سعيد أهل العقر، وأهل حارة الوادي، وأهل سعاد، وأهل سمد. ولم أعلم قبل أن أوصل أن نجوى خير مأوى، فإذا جوها صحو وزمانها له للقائم بها، وأنهارها طامية وبركاتها هامية وأثمارها دانية. وناهيك بمقاصير الغنتق
وما حوت عليه من منظر مونق. أما والله ما كنت أظن أن نجوى خير مأوى، وقد مررنا في أموالها ورأيناهن فوق الوصف، لم تغرس يد القدرة إلا ما طابت لذاه وفاح جناه. الحمد لله، لو لم تكن كذلك لما اتخذها الأئمة أهل العدل وطنا، وهم خلفاء الأنبياء عليهم السلام. وقيل مر الخضر عليه السلام في زمان الإمام ناصر في نجوى، في زمن الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله، فوجد طنانيف الإمام فقال لهم: لمن هذه الركاب؟ فقالوا: لسيدنا الإمام. فقال لهم: سلموا لنا عليه وقولوا له هي السيرة النبوية ولازمها، ونحن نرجوكم وأهل نجوى وجناهم بعدم الوصول إليكم. قالوا: لنا مثل نجوى كمثل كريمة حسنة زوجها والدها رجل فقصر في أداء الواجب، فما حيلتها إلا بأبويها؟ كذلك نجوى يغار عليها أهل العلم والفضل، وقد تقدمت الأئمة واحدا بعد واحد ملك البر والبحر، ولم يستوطنوا غير نجوى إلا نجوى، وقبورهم فيها موجودة، ولهم بعقر نجوى بيوت. وقد ذكرها الإمام الحضرمي في ديوانه لما قال: فيوما بنجوى مستمدا عساكرا، والذي يقبض نجوى قبض عمان والديار البحرية على الطاقة، ولكم الفخر إن قبضتم نجوى، وتحشرون إن شاء الله مع الذين قبضوها حيث كنتم لهم خلف، وبقية الصلف الصالح. وأهل عمان عندنا عند اقتراب الساعة يعمر خرابها ويكثر سكانها، وتجعل نجوى لكم ذخرا، ونجوى ثلثها بيت مال، فكيف مداخلها؟ وجعلها وطنا لكم لا تسمعوا فيها أبدا يجاهدون معكم. والسلام عليكم. من المعتصم بربي إبراهيم بن قيس بن عبد